تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان أمس من توقيف 3 أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في حجازة وترويج 21,000 قرص طبي مخدر. وقد جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بالقرب من إحدى وكالات النقلية الطرقية الكائنة وسط مدينة تطوان، وذلك أثناء استعدادها لمغادرة المدينة على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها عن حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية المكونة من 21,000 قرص طبي مخدر. ومواصلة للأبحاث بخصوص هذه القضية، تم توقيف المشتبه فيها الثانية وابنها بمدينة مارتيل، وذلك للاشتباه في تورطها في هذا النشاط الإجرامي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المؤثرات العقلية.